وبنهاية فقرتنا لليوم صباحنا لليوم حنروح هيك لفقرة تربوية ونحكي فيها عن العطلة الانتصافية اللي بلشت من يومين. هاي العطلة يمكن الأطفال خلينا نقول بتخربط عندهم نظامهم، إن كان بالنوم إن كان بالدراسة بالنشاطات، ولكن هي أكيد فرصة كمان لنحنا نقدر ننظم لأطفالنا الوقت، ننظم نشاطات تكون مفيدة لإلهم وترجع بهيك نشاط أكثر وتحفيز أكثر للفصل الدراسي الثاني. خلينا نحكي أكثر عن هذا الموضوع. ضيفتنا لليوم هي سميرة شكر، كاتبة متخصصة بمجال الطفولة. يسعد صباحك سميرة، واهلا وسهلا بحضرتك. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيكي. طبعا مثل ما بنعرف دائما الطلاب بينتظروا العطلة الانتصافية او العطلة بشكل عام لحتى يستمتعوا ليلعبوا ويستفيدوا من هذا الوقت اللي حرمتهم منه الدراسة، لكن اليوم كيف ممكن نستفيد او نفيد اطفالنا بمجالات مفيدة غير اللعب واللهو؟ تمام. هلا انا قبل ما بلش انا بالعطله الانتصافيه بدي احدد الهدف اللي انا بدي اعمله مع اطفالي بهي العطله. هل انا بدي قوي علاقتي فيهم، أم بدي قوي شخصيتهم، او هن مقصرين بماده معينه انا حابه اقوي لهم اياها من خلال نشاطات، ام انا حابه اعمل اسليهم بس. في كثير نشاطات نحن ممكن نعملها من خلال القراءه، خلينا نقول سميها قراءة عملية. القراءة مو بس كتاب، ممكن نروح أنا وياهم على معلم سياحي مثلا، ممكن نعمل أنا وياهم نشاط، نروح على مسرح نحضر فيلم مثلا، نعمل نشاطات لحنا بالبيت لها علاقة بمسابقات، مسابقات قرائية، مسرح بالبيت نعلمهم تصوير. في كثير شغلات ممكن نعملها نحن مع اطفالنا، بس ما نشتغل بعشوائيه. اول شيء حدد الهدف اللي انا بدي اعمله انا وطفلي، يعني حسب الهدف انا بدي اعمل برنامج للعطله الانتصافيه. هي اسبوع فخليني استغله بشيء مفيد لي ولطفلي. طيب انت اليوم متشجعه انك تعملي هدول كلهم لطفلك، ولكن طفلك اليوم ما متشجع، بجوز يقول لك انا ما بدي، انا بدي ارتاح، انا هاي العطله بدي ضل نايم، انا ما بدي اقرب على الكتب، انا وجوز. انت ما تقدري تحفزي فيه اليوم، كيف هيك قادره تحركي النشاط عنده لي يقوم يعني يتحرك يعمل اي نشاط بحياته؟ هلا تمام، ما في ولد ما بحب التسليه، يعني انا ما بدي اعمله بطريقه اجبار انه انا قوم نقرا انا وياك كتاب، لا انا بدي اليوم عندنا نشاط معين. اليوم انا حروح انا وياك مشوار، خلينا نقول مثلا على قصر العظم، نعرفه على تاريخ، نعرفه على شغلات حلوه ببلدنا مو شايفه، ممكن يكون من قبل في كثير اهالي مقصرين بانه بهي المواضيع انه ما بياخذونا على هيك اماكن. هي بنكون فدناهم وبنكون سليناهم بنفس الوقت. نروح انا وياك على حديقه، بالحديقه ممكن نعمل نشاطات انا وياه، ممكن نتسابق، ممكن نلعب. هيك من اول علاقه بيني وبين طفلي، ومنه بعمل له نشاط. حتى هلا صح انه شتاء بس الجو كثير حلو والشمس بالنهار كثير حلوه، ففينا نستغلها بهي المواضيع. ما بعتقد في ولد رح يرفض المشوار، يعني ممكن نعمل هيك شيء. ممكن في كثير مراكز ثقافيه عامله نشاطات بتسلي الاولاد، مو بس يعني مو بس انه هي تعليم، هي نشاط مسابقات بين الاطفال، ممكن تعرف على اطفال جداد. فما بعتقد بهذا الموضوع في رفض عند الاطفال. مو ما تفتح كتاب، لا مو هم مكتب خلينا ممكن لاخر الليل قبل النوم مثلا نحكي لهم القصه اذا متعودين عليها. اذا مو متعودين نحاول بهي العطله انه نحن نعودهم عليها قبل النوم. ممكن مو قصه، ممكن كتاب هو يختاره، فممكن نستغل هذا الموضوع. خلينا نحكي عن أهم الأفكار اللي ممكن نستغلها بالعطلة اللي ممكن هي يرغبوا لها كل الأطفال بدون ما يحسوا أنه هنا فاتوا بجو الدراسة، لكن لازم تكون شوي قريبة ما يبعدوا عن جو الدراسة كتير. هلا في ممكن مثل ما قلت نشاطات بالمراكز الثقافيه، ممكن دورات ضمن البيت، ضمن البيت ممكن نعمل. في كثير هلا بالسوق بسوق المكتبات في كثير مسابقات عباره عن سؤال وجواب، ممكن نعملها نحن بيني وبينه مسابقه، بين اذا في اكثر من طفل، مع الاب مع الاخوات ومع القرايبين اذا اجوا معنا زيارات، نعمل هي المسابقات. هي عباره عن معلومات عامه، ممكن بيقرا الطفل وبيلعب وفي موضوع تسليه، فما في ملل يعني. بنكون كمان استغلينا هذا الموضوع. هي المواضيع كثير منتشره هلا بسوق المكتبات وكثير حلوه. ومره حضرتك جبتي لنا يعني نموذج صغير عنه هيك بتذكروا اسئله واجوبه. بس طيب غير هدول اذا اليوم بدنا نقترح على الاهالي اليوم
اذا بدك عناوين او لقصص انه ممكن تكون قريبه للطفل، ممكن الطفل يحبها يسمع بجوز مو قبل النوم، يعني تكون مسليه تحرك له خلينا نقول المؤثرات البصريه بالالوان الموجوده بالقصص. يعني قد ايه مهم اليوم هذا العنصر يكون موجود ايضا بالماده اللي بتقدميها للطفل؟ تمام اكيد، لكن لازم الكتاب يجذب الطفل، يعني الوانه رسوماته الشخصيات الموجوده فيه تجذب الطفل لحتى يقدر يقرا. ما فينا نحن نرجع للكتب القديمه اللي هي بس ابيض واسود وبس كتابه، ما عاد في طفل رغبه هلا. ممكن اطرح عليهم، ممكن مو قصص، في كثير كتب هي عباره عن تجارب علميه بيطبقها الطفل بالبيت من مواد اوليه، اذا هو بحب العلوم بحب الفيزياء الكيمياء، او اذا الام حابه تقويه بماده معينه مثلا فيزياء الكيمياء رياضيات، في كثير تجارب عنا ممكن نعملها بالبيت عن طريق كتاب هي عبارة عن تجربة. في كتب اسمها مثلا الفيزياء المسلية، الكيمياء المسلية، هي تجارب كتير بسيطة عم يستعملوها، بيعملوها بالروضات، يعملوها بالمراكز، بتعلم الطفل ومنه بتسليه يعني، ومنه بيقرأ كتاب وبياخذ معلومة عن الكيمياء عن الفيزياء عن أي شيء. تمام، لكن اليوم في معاناة بنلاحظها عند أكثر الأهالي بعالم الموبايلات والسوشيال ميديا، دائما الأطفال همهم الوحيد الموبايلات، كثير اطفال بينسجموا بعد الموبايل او بيستنوا العطله، نحن ناطرين العطله مشان نتسلى على الموبايل والالعاب اللي عم تاخذ منهم كثير وقت ويمكن ما لها اي فائده، كيف اليوم الاهالي لازم يتعاملوا ويمنعوا هذا الشيء عن ابنهم بطريقه مناسبه بدون شو بدنا نقولها، بدون مشاكل بينهم وبين الطفل؟ هلا هذا حتى هذا الموضوع نحن فينا نستغله لصالحنا، ما فينا نمنع الطفل عن الموبايل خاصة بهذا العصر، لأنه كل الأطفال صار معها موبايل وصار تطلع على شغلات. فينا نحن ندور على المواقع اللي بتفيدهم، لازم نكون مراقبين جيدين لأطفالنا، ما يتفرجوا على أي شيء، على أي قنوات اللي احنا ما بنشوفها. في قنوات كثير تربوية علمية ومسلية بنفس الوقت، في تطبيقات أنا شفتها للأطفال الصغار عم تعلمون الأحرف، بتعلمون لكل حرف قصة. هاي التطبيقات احنا فينا ننزلها بدل الألعاب، ونعمل احنا جلسة احنا وياهم على الموبايل بدل ما انه يعني يقعدوا لحالهم يطلعوا لهم شغلات ما لهم فيها يعني. احيانا بتحسي الاهالي عم بيروحوا عن جد لافكار اطفال على الموبايل، يعني عم بتكون حلوه يعني، وهي تجربه نحن بجوز ما اخذناها بعمر معين، ما كانت يعني موجوده اثناءها، فاكيد كمان الاهالي عم يستفيدوا من اي تطبيق عم ينزل على الموبايل. بدنا نتشكر حضورك لليوم ونتمنى هيك عطله سعيده حلوه بعيدا عن بيت الديج اليوم، بيت الجد اليوم خلص تعبى، صار في افكار ثانيه خلص بيت جدودي بيت جدود. هو اول شيء بالعطله هي اول نشاط يعني بيساووه يمكن بالعطله، يمكن حتى جدوتاتي هلا خلص يعني هن عم يسكروا الباب بلاها هالعطله جدوتاتي غيروا التقويم. شكرا سميره لحضورك اليوم.